تيقول لي تيبقى يسول فيا تيبغي يتقرب مني باي طريقه. المهم قال لي تجي عندي للدار، قال لي هاني مرشي وجي عندي للدار وان شاء الله راه ما يكون غير الخير. قال لي وبقى كيسول فيا كيسحب لي واش انا من دوك البنات اللي زعما اي فوا غايقول لي الخدمه غنبقى تابعاه من وراه ولا ما عرفتش. المهم بقى كيقول لي فين بغيتي تخدمي، في بنكرير ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، واش ما عندكش مشكل على ودي الخدمه؟ قلت ليه ان شاء الله يكون خير، ديك الساعه مازال انا ما ساليش مازال محسوب على ليكول. المهم حيتي كامل ماشي مشكل، شويه بدا كيتقرب مني. كنا في واحد البلاصه غير حنا بجوج، سد الباب بدا كيتقرب مني بزاف لدرجه انه باسني في واحد اللحظه باسني، وبقى كيقول لي ما بغي يقرب مني وانا ما قدرش زعما حيت هو مندوب زعما ما قدرش نقول ليه لا ولا شي حاجه بحال هكا، ما مقرب مني بزاف. المهم ما بين لوبيراسيون اللي كاينه تبقى عيط لي عيط لي عيط لي عيط لي عيط لي صافي. فسالينا انا ما بغيش، كان هو في الطوموبيل ديالو قال لي تمشي معايا، قلت ليه لا، قلت ليه لا راه غنمشي مع البنات بزز بزز نتسليش وجيت مع البنات. المهم هادشي كامل عاودتو انا داك ديال داك السائق ديالو عاود لي شنو شنو كاين شنو كاين. قلت ليه عفاك حيت هو قال لي غتجي لوبيتال، قال لي انا بغيت تجي لوبيتال وانا قلت ليه راه ما كاينش كيفاش وبابا وهكا وهكا وهكا، قال لي لا ضروري خاصك تجي عندي واليوم. قلت ليه راه ما كاينش كيفاش، بقيت معاه باي طريقه، قال لي لا بزز غادي تجي. المهم ديك الساعه فاش مشينا داك الشيفور وصل كل وحده لدارها، بقيت انا الاخرى بقيت كنطلب في الشيفور. المهم الشيفور ولد الناس قال لي انا وصلك وفيما بغات توصل توصل. المهم وصلني لدارنا بقى كيصوني عليا ديك الساعه بلوكيشو، ما بقاش بلوكيت لينا ماشو كيصوني عليا ما تنجاوبوش، ويصوني عليا واحد ثاني مره اخرى كنت خدامه ويقول لي فين كاينك، قلت ليه كاينه في لوبيتال، قال لي دابا غتجي عندي للدار ولا غادي ولا زعما غتدخل هو في الدار. وبدا كيقول لي غادي تولي تخرجيها وتولي توريها القلعه وهذه وهذه هذه من هنا لليه. صافي انا ديك الساعه بديك الطريقه اللي تعامل معايا وبداك الخوف اللي حيت ما عمري طحت في هذا المشكل، ما عمري وقع لي بحال هكا، بداك الخوف حسيت وبديك التصرفات اللي تصرف معايا هو حسيت بالحقره هكا، بداك العنف اللي كيعنفنا لي حتى في الخدمه فاش خدمنا معاه وكيعنفنا وتي تيطيح منا، حسيت بالحقره غادت طرق كامله وانا كنبكي حيت حسيت براسي ديك الساعه صافي انا ما تنسوى حتى شي حاجه ملي ولات يدرنا هكاك. يعني حنا يعني انا ما تنبانو لي حتى شي حاجه، حنا ماشي تنبانو لي ان لي زانفيرميير باغين نخدمو، حنا باغين نخدمو هو صافي غير صاف السلطه فيدو انه راه مندوب ديال الصحه صافي، قال راه هادو راه غادي نشدهم انا في ايدي وغادي ندير بهم ما بغيت. وحتى فاش كنا خدامين في الحمله تيقول داك تيقول الماجور ديال الهان تيقول ليه السرح حالي راك ما جبتيش ليا الزين، جبتي ليا هادو كديرين ما تيفهموش ما دايرينش، جيب لي شي انا بغيت نشوف ديال لاضات بحال دوك اللي كانوا ديال ديك الحمله بحال هكا تيقولها لينا. الحمله ديال بنكرير كانت واحد لوبيراسيون ديال واحد المرا واحد لاكوشمون سيزاريا، وكان هو المندوب واقف انا واقفه بحال هكا هو واقف عليا من ورايا بحال هكا تيبقى يقول لي ما تيخلينيش نتحرك هكا ولا كيبقى يقول لي انت غتبقاي واقفه حدايا بحال هكا، تيبقى يقول لي عرفتي شنو هي هذه شنو هي هذه، تيبقى يقول لي برافو عليك فين بغيتي تخدمي انت، بغيتي تخدمي في بنكرير ولا فين ما بغيتيش تخدمي تخدمي. وعاوتاني في الكرسي فاش كنا جالسين هو على يعني واحد الكرسي وهي غتبقى مكالياني وانا مع داك الكرسي شويه مهرس، بقيت دايره هكا برجلي وعييت وكان واحد شويه غيطيح ويقول لي انت مالك مكلخه مالك ما كتعرفيش، وعاوتاني وغنبقى انا واقف من وراك وتيدير راسو انه باغي يوريني العم باغي يوريني اشنا هي هادي اشنا هي اشنا هي هادي، ولكن هو راه كيتحرش فيك، ولكن هو راه كيتحرش فيك بنفس الوقت بواحد الطريقه اللي ما كيبغيش يبين لبنادم. وواحد اللحظه حسيت براسي انا ما عرفتش بواحد الاحراج بزاف، خصوصا ان حتى دوك البيرسونيل اللي كاينين تما كنيا شافوا اشنو كي